عمران وراي داخل جو قاعد يسجل لكم مقطع باتل فيلد. عمران ليش قاعد مع العفش؟ اني طفشان. ليش طفشان؟ انا انتظرت كثير. ليش انتظرت كثير؟ لانه في واحد ما اعرف كيف يركب السياره. اللي هو عمر قصدك؟ ليش عمر؟ لان العفش يقعد مع العفش. هذا هي الواقع. هذا الكرسي حاطينه بالعفش. اللهم اني صايم بس. يوه الحين تبون واصلين عند المؤتمر حق EA. اوكي باذن الله فيكم مؤتمر رهيب. ورم باتل فيلد. طيب هذه عندك باتل فيلد 5 الدعاية حقتها الضجة هناك كلها ورا الجدار هذا. ان شاء الله احنا بنروح ندخل هناك مؤتمر EA بنشوف باتل فيلد 5 بنشوف فيفا 19 بنشوف انثم اشياء رهيبه عندهم EA بنشوف مؤتمرهم يمكن يكون فيه اعلانات جديده. حماس اليوم كله بيكون موجود ومصور لكم في الفلوج هذا باذن الله. يلا متحمس انا. خلينا نخش بسرعه. اول ما نخش نكمل لكم الفلوج. محمد ايش الزحمه دي؟ والله يعني ناس تصقع فيني من كل جهه. مقسمين الناس حسب الحروف. فتوقعنا احنا ارتكبنا كلنا نبدا بحرف الاي. الشيخ السامي العادي شوف كلنا زحمه. كم تتوقع تنتظر؟ ان شاء الله قليل. ربع ساعه ان شاء الله. نص ساعه ان شاء الله. فيفا 19 جربت اللعبة توني واللعبة طبعا فيها تغييرات كبيرة جدا سواء في الجرافيك سواء في الجيم بلاي طريقة اللعب شيء رهيب جدا. تقدرون تقرون انطباعي اللي يحبون فيفا راح تقرون انطباعي في الرابط بترك لكم رابط تحت في الفلوج هذا عشان تقرون انطباعات من موقع ترو جيمينج. شيء رهيب فعلا تغييرات جميلة جدا. اقروا التفاصيل بنفسكم. ايش راح تسوي؟ راح اتصور مع حقون انثم. حقون انثم ابطال انثم. خايف يضربون يا شيخ. والله خايف. عمران انت اقوى. انت اقوى. عمران تفكر. انا اسوي لهم كذا. كذا اتصور معاهم. خليك ثقيل ها؟ كذا؟ ولا؟ عمران قاعد يدور اي احد يتصور معاه. صرت زومبي الحين. تحب الهدايا ها؟ ايه شوف اني جربت باتل فيلد فاعطوني هذا القلاده الخاصه والتوك تان. عادي علقه؟ علق. محمد ايش قاعد تسوي؟ قاعد يا طويل العمر اكتب انطباعاتي. ايوه لعبه فيفا 19 اللي جربتها قبل شوي طبعا. انت ما كنت معي. انا جربتها لحالي. طب انا تعرف وين كنت اصلا؟ وين؟ كنت العب باتل فيلد. افا اي باتل فيلد 5. اي والله. كيف كانت اللعبه؟ والله شكلها طيبه. شكلها الناس يبغالهم يشوفونك انت مو بنا. اعطوني هديه كمان. شوف لما تلعب الفيديو يعطوك هذا. بس لسه هذا بس جربته بعدين عندي جدول موعد ثاني اني اسجل. يعني بتوري الشباب على قناتنا؟ بوريهم فيديو كامل. فيديو كامل عن باتل فيلد 5. ايش قلت لي على التصويب؟ ها؟ قلت لي شيء رهيب. التصويب صاير احترافي اكثر من الاجزاء السابقه، يعني زي الاجزاء القديمه باد كمباني 1 باد كمباني 2 باتل فيلد 2. بس 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 الاشياء هذه خلي الباقي في الفيديو الكامل. حوريهم كل شيء في الفيديو، كل شيء ان شاء الله، بس انتظرونا.
في هيد شوتس؟ اي جبت هيد شوتس بس مو في التسجيل بس في التجربة. كفو كفو. عمران وراي داخل جو قاعد يسجل لكم مقطع باتل فيلد. خلاص اذا هذه كانت نهايه اليوم الاول والفلوق الاول. صورنا لكم من يوم وصلنا المطار في لوس انجلوس ومشوارنا في الطريق والى وصلنا مؤتمر اي اي. وانا وعمران جربنا لكم اشياء كثيره رهيبه اليوم فيعطيكم العافيه. انا وعمران وباقي الشباب لسه مجهزين لكم اشياء كثيره. يدري تو يبدا فانتظرونا وانتظروا الاشياء الرهيبه اللي بتشوفونها في الفلوقات الجايه. مع السلامه باي.